بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نبدأ في الفصل الثاني في إرشاد ذوي الاحتياجات الخاصة بأسرهم. الفصل الثاني بعنوان برامج الإرشاد النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا تعريف البرنامج الإرشادي أول شيء إن شاء الله نتكلم عليه، وعندنا الدكتور حامد زهران وهو من مؤسسي الإرشاد النفسي في العالم العربي، بيعرف البرنامج بأنه برنامج مخطط منظم. ولازم ناخد بالنا من نقطتين، إن البرنامج الإرشادي برنامج مخطط ومنظم في ضوء أسس علمية، يعني مش هنضع البرنامج كده بفوضوية، لا، ده في ضوء أسس علمية لتقديم الخدمات الإرشادية المباشرة وغير المباشرة. احنا نقدم خدمات إرشادية مباشرة وخدمات إرشادية غير مباشرة، وده نعرفه إن شاء الله في الفصول القادمة، يعني ايه خدمات ارشادية مباشرة وخدمات ارشادية غير مباشرة. وايضا هنقدم هذه الخدمات او هذا البرنامج فرديا او اجتماعيا، يبقى احنا نستطيع ان احنا نقدمه فرديا ونستطيع ان احنا نقدمه ايه جماعيا حسب المشكلة. وان شاء الله برضه نتعرف يعني ايه خدمات ارشادية فردية ويعني ايه خدمات ارشادية جماعية في الفصول القادمة لجميع من تضمهم المؤسسة التعليمية اللي احنا بنهتم بيها الخاصة بينا، بهدف مساعدتهم في تحقيق النمو السوي او السواء النفسي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده. هدفنا ان احنا نحقق السواء النفسي لايه؟ للطفل او ذوي الاعاقة او الحالة التي امامنا. طيب البرنامج بيقوم على عدة اسس، اسس عامة واسس فلسفية و أسس فسيولوجية وأسس نفسية وتربوية. فاحنا عندنا أسس عامة، أسس فلسفية، أسس فسيولوجية وأسس نفسية وتربوية. الأسس العامة اللي بيقوم عليها البرنامج دي بتكون خاصة بإيه؟ يجب أن يتقبل التلميذ دون قيد أو شرط. يعني البرنامج يتقبل أي تلميذ من حقه الإرشاد، أو أي طالب أو أي فرد من ذوي الإعاقة من حقه الإرشاد، ودي أسس عامة في البرامج الإرشادية. طب الأسس الفلسفية، الأسس الفلسفية أن يقوم هذا البرنامج على نظرية علمية، إذا كانت تحليل نفسي، إذا كانت نظرية سلوكية، إذا كانت نظرية معرفية وغيرها من النظريات. يعني البرنامج اللي أنا هقوم بده يكون له أسس فلسفية، لمرجع، لنظرية يقوم عليها، عشان يكون له ايه اساس علمي. زي ما احنا قلنا ان البرنامج بيقوم على اسس علميه، مش بفوضويه او بطريقه ايه ليست علميه. طيب الاسس الفسيولوجيه تهتم بمعرفه اثر الجواب الفسيولوجي على سلوك الفرد، وخاصه فيما يتعلق بالجهاز العصبي وهكذا من النواحي الجسميه والايه والاسس الفسيولوجيه. طب لو اتكلمنا على الاسس النفسيه والتربويه، يجب ان يراعي المرشد النفسي كل من الخصائص العامه للنمو. النمو بقى ايه، احنا نتكلم كده يعني بنتكلم على الاسس النفسيه، يعني النمو النفسي لهذا ايه الفرد او للمسترشد او لايه ذوي الاعاقه في المرحله التي يمر بها الفرد من ذوي ايه الاحتياجات الخاصه. يعني احنا هنهتم بمراحل النمو النفسي الخاصه به في طيب لو اتكلمنا بقى كمان عن الهدف من البرنامج. البرنامج له هدف عام وهدف اجرائي. الهدف العام لو احنا شفنا كده يتحقق في ضوء المشكله التي يحاول التعامل معها، يبقى ايه بيتحدد في ضوء المشكله التي يحاول التعامل معها. فاذا كان الفرد المقصود بالبرنامج يعاني من الخجل او القلق الاجتماعي، فان الهدف الاساسي يجب ان ينصب على مساعدته في التغلب على ايه على هذا الخجل. يبقى ده الهدف العام من البرنامج. احنا يعني الهدف العام ان احنا نحاول ان يتغلب على بصفه عامه. اما الهدف الاجرائي لا بقى، هي ايه المهارات التي ايه المهارات التي سنقدمها لهذا المسترشد والتي تؤدي في النهايه لان يصبح خجل. بقى الاجراء بقى العمل الإجراءات اللي احنا هنقوم بها عشان نقلل من هذا ايه الخجل. طيب تتحدد أهمية البرنامج في ضوء عاملين أساسيين: مدى شيوع المشكلة بين التلاميذ، ومدى ايه حدة، هل المشكلة دي منتشرة؟ طيب هل المشكلة دي في المستوى الشديد أو المتوسط أو البسيط؟ طيب هننتقل الآن إلى يعني تخطيط كده بيوضح لنا كيفية القيام بالبرامج الإرشادية وخطواتها
وهنبدأ بالأهداف العامة زي ما احنا قلنا، هنضع الأهداف العامة، بعد الأهداف العامة هنضع الأهداف الإجرائية، من الأهداف العامة هنشتق الأهداف الإجرائية، من الأهداف العامة هنشتق الأهداف الإجرائية. طب بعد الأهداف العامة هنحدد الفنيات الإرشادية اللي هنستخدمها والأدوات اللي ستستخدم أثناء هذه التدريبات المقدمة لهذا الطفل. طب محتوى جلسات البرنامج كمان، كل جلسة هيكون شكلها ايه، هتتكون من ايه. بعد كده تحقيق الاهداف، تحقيق الاهداف الاجرائية اذا كنا هنتكلم عليها، وهنتكلم الاول على ايه تقويم البرنامج بعد محتوى الجلسات الاشارية، ومن ثم المتابعة، وبعد بعد ذلك هنبحث عن هل تحققت الاهداف الاجرائية ام لا.